مساء الخير، أهلا وسهلا بكل متعلمي اللغة الإنجليزية على قناة لوجيك دوت. أنا شابر تراد، رح أكون معكم أيام الثلاثاء الخميس والسبت لنحكي عن قواعد اللغة الإنجليزية. رح أكون أنا وعلاء أيام الاثنين أربعة وجمعة نحكي عن قواعد اللغة الألمانية. طبعا هالدروس كلها الساعة 8 المساء توقيت بيروت. هذا الدرس الأول من دروس اللغة الإنجليزية، واللي رح أحكي فيه عن فعل يعتبر من الأهم باللغات اللاتينية، اللي منا لغتين عم تعلمون، إنجليزي وألماني. لكن قبل ما أفوت الموضوع، وكون عم بحكي عن اللغات اللاتينية، اللي حاب يتعلم إسباني عفوا بيتابع صفحة وقناة يلا نتعلم إسبانيول، يلا نتعلم إسبانيول على يوتيوب وفيسبوك. راح أحط اللينكات تبعهم بصندوق الوصف تحت، ولينكات كل مواقع التواصل الاجتماعي نحن فيسبوك تويتر وغيرهم. منعود لموضوعنا، يمكن أهم قاعدة باللغات اللاتينية أو بالإنجليش هي إنه كل جملة خبرية ضروري تكون اسمية، عفوا ضروري تكون فعلية، ممنوع تكون اسمية، ضروري تكون فعلية. يعني لما تكون الجملة منا سؤال، منا تعجب من شي، أنا عم خبر فيها شغلة، مضطر حط فيها فعل. هلأ كونه بالعربي هالشي مش على طول مطبق، لأنه عنا مبتدأ أو خبر وعنا نعت ومنعوت، منبدل أو نستعيض عن غياب الفعل العربي بفعل منسميه الكينونة، نتائج مع كينونة to be، الفعل to be. رح نعطي اليوم تصريفه بالحاضر، ولكن قبل رح أشرح شو هن الضمائر الشخصية بالإنجليزي. ضمائر الشخصية هن اللي بيبدلوا الفعل طبعا، يعني مثل أنا، أنت، هو، هي. رح أقول بالإنجليزي هلأ. عنا I أنا، you أنت، he هو، she هي، it هي الغائب المفرد غير العاقل. we نحن، you أنتم، they هم. مثل ما شايفين على الشاشة قدامكم، أول ملاحظة أنه المخاطب يعني أنت، المفرد والجمع نفس الشيء بالإنجليش، عنا يو يو. وطبعا بفضل شيكسبير أحيانا تكتب محل يو الكاملة، كتب حرف يو فقط، يعتبر شيء شوي شعبي بس موجود، مفروض نعرفه. تاني شغلة، إلا بحالة الغائب المفرد ما عنا فرق بين المؤنث والمذكر، وما عنا مثنى، يعني زي هي هم وهن وهما وكل شيء. هلأ بالنسبة للفعل، هل فعل ما في أعطي له قاعدة، بده حفظ عن الغايب، ولكن مثل أغلب أفعال الإنجليش إذا مش كلها أو أغلب الأزمنة الفعلية كتير، هي يمكن أهين جزء بكل لغة هو الأفعال. رح يكون رح أقولها مكتب I am, you are, he is, she is, it is. ويقال لسرعة he, she, it, is, we are, you are, they are. يعني عمليا أنا I بتاخد am، he, she, it بياخدوا is، وكل الباقي بياخد are. وبهيك بنهي درس اليوم، على أمل نشوفكن بعد بكرة، وإلى اللقاء.